مسطرة عليها شعار رابعة، واحدة من سلع كثيرة عليها الشعار ذاته انتشرت في مصر أخيراً. إلا أن المسطرة هذه كانت سبباً في دخول طفل في 15 من عمره السجن، الطالب خالد بكارة خلف القضبان منذ أكثر من أسبوعين. فبمجرد أن وجد الأستاذ عند التلميذ مسطرة وأدوات مدرسية عليها شعار رابعة، اقتاده إلى المدير الذي اتصل بالشرطة التي لم تتوانى في القدوم واعتقاله. المدرسة في الطابور قال له عادي ما فيهاش حاجة، فرن على المدير وفتشه قال له معكش حاجة تاني، قال لا، فدار في الشنطة لقى جدول رابعة. شعار رابعة الذي أضحى عالميا ويختزل ما حدث في مصر منذ عزل مرسي يرفع يوميا في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ مسقط رأس خالد. الهبة الشعبية الرافضة للانقلاب في القرية كانت سبب ما حصل للطالب، أما الهدف فتخويف أهالي بلطيم على حد قول محامي عائلة الطفل. فهم يريدون يعني إخضاع هذا المركز عن طريق القبض، مقبوض على حوالي 19 واحد من مركز البرولس، منهم الطالب خالد، يقبضون على الصغير وعلى الكبير لإرهاب هذا المركز، يعني لأنه يعني يوميا يخرج في مسارات مناهضة للانقلاب. خالد غائب قسرا عن بيته ولوالده ما يقول. والله في وسط الوضع الحالي يعني الله أعلم، عشان ما فيش ثوابت. هي لو بيتعاملوا بالقانون ماشي، ما فيش حاجة الدين يعني مسطرة. المقابلة مع الوالد سجلت قبل أن تصدر النيابة قرارا بضبطه وإحضاره بتهمة جديدة منبثقة من تهمة ابنه، هي التحريض على حيازة مسطرة عليها شعار يوحي بالعنف ويسيء إلى القوات المسلحة، إنه ببساطة شعار رابعة.